وقف إطلاق النار يتصدر الحوار اليمني، وولد الشيخ يعرب عن تفاؤله بجلسات اليوم ويؤكد أن الضربات الجوية جاءت ردا على انتهاك الهدنة. ديمستورا يطالب باجتماع وزاري طارئ لدعم السلام في سوريا، وأوباما يحذر من انهيار الهدنة. رهائن فرنسيون سابقون في سوريا يؤكدون أن نجيم العشراوي أحد انتحاريي مطار بروكسل كان ضمن سجانهم. الموفد الدولي إلى ليبيا يعبر عن خيبة الأمل من عجز مجلس النواب في التصويت على حكومة الوفاق الوطني. الاتحاد الأوروبي وواشنطن يؤيدان عقد جلسة لمجلس النواب الليبي في مكان آمن غير طبرق.